سعاد سفير، يعني هناك من يتساءل من بين الشعوب التي انضمت دولها إلى تجمع بريكس، يعني كيف يمكن أن نستفيد من هذا التجمع على المستوى الطويل في تنمية مستدامة وعلاقات، لكن على المستوى العملة هل يمكن أن يكون هناك عملة موحدة مستقبلا؟ هل يمكن أن يكون هناك تبادل لحركة التجارة بين مصر والهند مثلا بالعملات المحلية؟ كيف ترى هذه الصورة؟ حسنا، هناك بعض التكهنات بشأن عملة موحدة للبريكس، ولست حقيقة متأكدا مما إذا كان هذا سوف يترجم إلى واقع ملموس. نعم، اقترحنا، وهذا هو ما اقترحته الهند، هو آلية التبادل بالعملات المحلية، وتم تنفيذها ربما مع عدد من الدول من بينها الإمارات العربية المتحدة. نعم، قدمنا هذا المقترح لمصر منذ عدة أشهر، ولكن ننتظر الرد من السلطات المصرية لإيجاد طريقة لتسوية المدفوعات لاستخدامها. هذه هي أداة تكميلية، ولكنها لن تحل محل الترتيبات الحالية، ولكن قد تمثل خيارا آخر لمزيد من العلاقات التجارية بين الهند ومصر بالعملات المحلية. إذن ما أتمنى أن توافق مصر على هذا المقترح قريبا، وهذا سوف يحقق مزيدا من الزخم للعلاقات التجارية الثنائية.